أولا أنا بشكر أبونا أرسانيوس كتير على محبته، وشايف إن أنا ممكن أقول حاجة يعني، لكن أنا مش هقول حاجة من عندي، لكن أنا حسرد تاريخ آباء كنيستنا اللي هم زي ما بيقول الكتاب في عبرانيين: اذكروا مرشديكم الذين علموكم بكلمة الحق، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. كتير من العصر اللي هو عصر حبيب جيس، اللي هي بعد النهضة اللي عملها محمد علي في مصر، والحقيقة النهضة اللي عملها محمد علي في مصر ما كانتش حلوة قوي للأباط، بالعكس الأباط واجهوا فيها عنصرية شديدة جدا، لدرجة أنهم كانوا بيستأصلوا من الوظائف ويستبعدوا من التعليم، فما كانوش ولاد ما بيقدروا يلاقوا حتى فرص للتعليم. لكن ربنا ما بيسيبش ولاده أبدا، دايما يقول عيني عليكم من أول السنة إلى آخرها. الإله اللي بيقول نقشتكم على كفة يدي، واللي بيقول من يمسكم يمس حدقة عيني، لا يمكن يسيب ولاده. فإن قام علي جيش ففي هذا أنا مطمئن، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هم يعزيانني. إحنا مش بنخاف من التقلبات، بالعكس ده كل حاجة بتحصل الكتاب يقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ولذلك أنا عايز أقول لكم بس بالمناسبة دي، ما تقلقوش من أي حاجة. يعجبني قوي قوي الناس اللي بنروح نخدمهم في الصعيد، نقول لها مش خايفة من بكرة، تقول رب بكرة يدبر بكرة، ببساطة شديدة جدا. مرة واحدة قالت لي كده: اللي خلقنا متكفل بينا. إيمان قوي، إيمان قوي. ربنا بيشتغل في وقت الضيقات وبيشتغل في وقت الأزمات، والناس بتشوفه، بس أهم حاجة الناس يبقى عندها الإيمان. والإيمان هو الإيقان، زي ما عرفوا الأباء، الإيقان بأمور لا ترى. إحنا ما بنشوفش بكرة فيه إيه، لكن معانا إله اللي غفر للمستقبل واللي معيشنا في الحاضر، هو اللي أمن لي. اللي غفر للماضي ومعيشنا الحاضر، هو اللي أمن للمستقبل. أنا مش خايف من حاجة. مش خايف يا أغناطيوس الثيوفوروس أن يطلعوا عليك الوحوش تاكلك؟ يقول لهم وحوش إيه؟ قال له طب تعالى نربطك في خشبة كده، مسمرك في خشبة ونولع فيك وانت حي. قال لهم ما تربطوش في خشب ولا حاجة، الله الذي يعطيني قوة احتمال النيران يعطيني قوة الثبات فيها. ده ايه الجبروت ده؟ ايه الجبروت ده؟ لما والي تراجان قال هنجيبه أغناطيوس ده ونسلط عليه الوحوش نجوحها، تعرفين دي أصعب ميتة، أصعب ميتة ممكن يموتها إنسان. يعني في تاريخ الاستشهاد كله أصعب ميتة ان يطلعوا واحد لوحوش تاكله تنهش لحمه وهو حي. فراحوا الأرخنة قابلوا الوالي وقالوا له من فضلك من فضلك، احنا مش هنقول لك ما تموتوش، لانه مش هينكر المسيح، هو ثابت على ايمانه، فانا موته بس شوف له ميتة ايه، ميتة حنينة شوية، طخه بالنار سمه واعمل له ايه، لكن تطلع الوحوش. فلما سمع القديس أغناطيوس بعت لهم رسالة اعتمدتها الكنيسة من رسائل الآباء الرسولين، قال لهم أرجو ألا تسبب لي محبتكم ضررا، دعوني أطحن بأنياب الوحوش، فحينما تصير الوحوش بطون الوحوش مقبرة لجسد المائت، حينئذ أصير تلميذا حقيقيا ليسوع المسيح. رسالة تهز، ايه دعوني اطحن بانياب الوحوش، فحينما تصير بطون الوحوش مقبرة لجسد المائت، حينئذ اصير تلميذا حقيقيا ليسوع المسيح.
عارفين يقابلها ايه في الامثال الشعبيه؟ اللي يجي في الريش كله بقى شيش. الريش ده الجسد. نعيا نتعب نجوع، الترنيمه بتقول كده، ان في حرب ام سلام، ان في ضيقه مش عارف ايه، ان في جوع ام في عطش، امشي معك دوما كل حين. ولاد ربنا متمسكين بربنا، عندهم حاجه تانية، عندهم علاقه سريه خاصه جدا بينهم وبين ربنا، علاقه راسيه مش افقيه، علاقه راسيه. عارفين ايه اللي مخلي استفانوس وشه منور كده وهو بيترجم وهيموت رجما؟ هو شايف المسيح، شايف المسيح، ولذلك استقى منه العبارات اللي قالها السيد المسيح على الصليب: يا أبتاه. ايه يا استفانوس اللي بتقوله ده؟ مش فارقه، مع المسيح ذاك افضل جدا جدا. فالكنيسه بتتعرض لشويه موجات، بتتعرض لشويه اضطهادات. محمد علي طلع حبيب جرجس، حبيب جرجس طلع اباء كتير، طلع نظير جيد اللي هو قدس البابا شنوده، طلع عن بغرغوريوس، طلع عن باثناسيوس، طلع سليمان نسيم، طلع ابونا بولس بولس، طلع مدرسه كبيره. بالرغم ان العصر ده كان عصر صعب جدا، الا ان الله اشتغل في اولاده من اجل ان هو ده الحاجه ام الاختراع. ولذلك هذه الحقبة الزمنية اللي عاش فيها الآباء دي كانت حقبة مش سهلة. يعني مدارس أحد دي ما كانتش سهلة. مدارس أحد اللي احنا أحيانا بنفتح الكنيسة على مصراعيها وبعض الكنائس بتعملها كل يوم، ما بقتش مدارس أحد، بقت مدارس جمعة وسبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس. وأبونا كل ما يصلي يقول له: اجعل يا رب أبواب الكنيسة مفتوحة للمؤمنين مفتوحة على طول. نشكر ربنا ما عندناش يوم في الكنيسة مقفول. يعني زمان كان الكنيسة تتقفل السبت، تفتح السبت، تيجوا الناس يصلوا عشية وبعدين نصف الليل وبعدين باكر وبعدين القداس وبعدين ياخدوا أغابه ويمشوا، وتتقفل الكنيسة بالمفاتيح. لما ظهرت حركة مدارس أحد قالوا: لا، طب ما احنا عندنا ضيقة في الدولة، أولادنا مش لاقيين يتعلموا، هنعملوا ايه؟ هنعمل مدارس، هنعمل مدارس أحد عشان نعلم أولادنا الإيمان المسيح، هنعمل مدارس قبطية عشان نعلمهم في وسط المسلمين ونجيب المسلمين كمان ندخلهم معانا، مفيش مشكلة. هنعمل جامعات أهلية ونعمل مستوصفات وعمل خيري علشان خاطر نخدم المجتمع ويبان إن الإنسان المسيحي هو إنسان صاحب رسالة. يعني إيه الفرق بين الإنسان المسيحي والإنسان العادي؟ يعني من ضمن الحاجات اللي شغلت حبيب جرجس في بدايته محاضرة ألقاها في إحدى المدارس في الفجالة عن لماذا انا مسيحي. كتير قوي دلوقتي يقولوا: لماذا انا مسيحي؟ انا اتولدت لقيت ابويا وامي مسيحيين فبقيت مسيحي. احنا يعني ما لناش فضل في اللي احنا فيه، الترند ماشي دلوقتي، احنا ما لناش فضل في اللي احنا فيه. ازاي ده انت مسيحي؟ معناها انك انت انسان صاحب رساله. في كورنثوس الاولى الاصحاح الاولاني: لانكم انتم الذين قد قبلتم المسيح صرتم قدوه، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الله، إذ ليس لنا حاجة بعد نحن أن نتكلم شيئا، لأن من قبلكم قد أذيعت كلمة الله. هو ده الإنسان المسيحي. تعرفين كورنثوس دي قعد فيها قد إيه؟ بولس الرسول وردت في أعمال 17، يقول لك: كان يحاجهم ثلاثة ثبوت من الكتب. ثلاث ثبوت يعني إيه؟ السبت في المجمع اليهودي كان بينعقد السبت مثلا نقول من 10 ل 12، لو ثلاث ثبوت يبقى بيقعد معاهم ايه؟ ست ساعات. ست ساعات حولت البلد كلها الى خدام. طبعا اكيد الرسول بولس ما كانش يعني زي ما قال في افسس كده: كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم به جارا، وكان يعني ليلا ونهارا لم افتر ان انذر بدموع كل واحد. أكيد كان في خدمة افتقاد، بس ثلاث ثبوت. إنه فصل إعداد خدام، ده الكنيسة بتفكر تعمل فصل إعداد خدام النهاردة من إعدادي. يقول لك: ناخد ولاد إعدادي كده ونمشيهم معانا في سنة وجامعة ونديهم إعداد خدام، وبعد ما يتخرجوا من جامعة يبقوا خدام، يبقوا خدوا جرعة مظبوط. حطهم في حضانة كده من إعدادي وثانوي. وبعض الكنائس يقول لك: لا لا، إحنا مستعجلين، هو سنة. وابتدت الكنيسة تدرك إن سنتين، وابتدت ثلاثة، وبعدين ابتدينا نعمل إكليريكيات.
ابتدت الناس تقعد في الإكليركية أحيانا 3 سنين وأحيانا 5 سنين وأحيانا 4 سنين، لكن دول قعدوا 3 سبوت من الكتب. أنتم الذين قد قبلتم الكلمة صرتم قدوة. ما هو قبل الكلمة معناها أنه إيه؟ بقى مسيح. صرتم قدوة، يتحول المسيح إلى مسيح. في فرق بين مسيحي ومسيح. عارفين افتكرت يتحول المسيحي إلى مسيح دي منين؟ تبزور أسرة فقيرة في الصعيد وقالت لي النهاردة يا ابني زرنا المسيح. فقعدت أفكر في الكلمة اترعشت. أنا جالي كده رعشة كده وقعدت أضرب على سيدي، مسيح النهاردة زرنا المسيح؟ يعني أنا المسيح؟ طب ماذا لو كنت المسيح؟ هل أنا لي وش المسيح؟ هل أنا لي صوت المسيح؟ هل أنا لي حنان المسيح؟ هل أنا لي حب المسيح؟ هل أنا لي خدمة المسيح الذي كان يقول يصنع خيرا؟ النهاردة زرنا المسيح. حضرتك مسيح، حضرتك مسيح مش مسيحي. وده اللي خلى غاندي قال كده، أنا أحب المسيح وأكره المسيحيين لما شاف تصرفات بعض الناس. متأسف طبعا، ما أقصدش القديسين اللي قاعدين في الكنيسة دلوقتي. الناس دي لما آمنت بالسيد المسيح صاروا قدوة، عملوا حاجة، أصبحوا أصحاب رسالة. فالمسيحي هو إنسان صاحب رسالة، وده اللي عشناه في الحقبة الزمنية اللي احنا يعني أبونا اداني بركة إن أنا أتأمل فيها وأخذ بركة الخدمة فيها. واحد زي عبد المسيح بشارة اللي هو أنبا أثناسيوس مطران بن سويف، من عيلة اسمها عيلة القسيس، يعني عمه أنبا مكاريوس الثالث، أخوه أبونا ميخائيل كاهن المحلة، والعيلة كلها بركة. بس هو كان إنسان بسيط قوي، يعني صغير كده، وحتى كان بيتريق على نفسه وهو صغير كده، يقول لهم أنا قد السيجارة وبكرة حبقى قد الخيارة. يعني كان صغير كده وتعلم في المدرسة، بس أبوه كان تقي. خذوا بالكم أبوه كان تقي. ولما تسمعوها في السنكسار النهاردة مثلا قديس بوليكاربوس، صحيح بوليكاربوس ده له قصة تانية غريبة قوي، يعني بيخلطوا ما بين السحر والكلام ده، لكن تربى تربية مسيحية. ودي أنا عايز ألفت نظركم، بما أنكم اجتماع ناس كبار عندكم أسر وعندكم أحفاد، عندكم أولاد وأحفاد، خذوا بالكم أول مؤسسة للتنشئة الاجتماعية منوط بها تسليم الإيمان هي الأسرة. 70% من عادات وتقاليد الطفل بيتعلمها في الخمس سنين الأولى. لا بيخش مدارس أحد ولا بيخش مدارس حكومية ولا ما فيش غير الإيه؟ الأسرة. فلما يقول تربى تربية مسيحية معناها أن حضرتك مسؤولة عن تربية الطفل ده. عارفين موسى كان قوي ليه؟ يقول لك رضع من لبن أمه. يعني إيه رضع من لبن أمه؟ الآباء يفسروه يقول لك ده رضع الإيمان، استلم الإيمان، لأنه لما كبر أبى أن يدعى ابنا لابن الفرعون مفضلا بالحري أن يعيش، أن يذل مع شعب الله. لا 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 لا، ده كلام ما يتقالش. ولذلك اللي بيتربوا تربية مسيحية ما بنخافش عليهم لما يكبروا، تقولون الحاد، تقولون هرطقات، تقولون بدعة، تقولون اضطهاد، يقول لك لا لا لا، أولادنا متوتجين، أولادنا جامدين، أولادنا رضعين من لبن أمهم. لبن أمهم هي الأسرة، لبن أمهم هي الكنيسة، عشان الكنيسة هي الأم برضو. يقولوا للناس اللي في المهجر، الولاد اللي تربوا جوه الكنيسة وفي أسرة مسيحية ما بنخافش عليهم من الطيارات اللي في المهجر. بتكلمني واحدة من فلوريدا امبارح في التليفون، تقول لي أنا تندمت إن أنا سافرت. ليه؟ قالت لي الطيارات فظيعة، جماعة المثليين والحكومة واعتمدت القانون وبقت المدارس الحكومية والمدارس التانية غالية، أنا خايفة ومرعوبة على أولادي. اشكروا ربنا ان انتوا عندكم كنيسه مفتوحه على طول، اشكروا ربنا ان عندكم قداسات مرفوعه يوميا بدل القداس 2 و3، اشكروا ربنا ان انتوا عندكم بدل القسيس 2 و3 و5 و10،
اشكروا ربنا ان عندكم ابواب كنيسه مفتوحه، استغلوا الفرصه دي. يا ريت كمان لو تقدروا تحولوا بيتكم الى كنيسه، يقول له سلم على الكنيسه التي في بيتك. ما بولس الرسول لما يقول لي فيليمون سلم على الكنيسه اللي في بيتك، هو الاب والام. الكنيسه ايه؟ اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي اكون في وسطه. مش الكنيسه اكليسيه معناها ان جماعه المؤمنين في وسطها ربنا؟ فبيتك كنيسه، بيت الكنيسه. فبقول لك سلم على الكنيسه التي في بيتك. وعلى فكره في صلاه الاكليل بيرسموا الاخ الزوج ده قسيس، هذا الكهنوت العام. الكهنوت العام بقى مسؤول، بقى قسيس. اول مره، المره الوحيده اللي بيلبس فيها البرنس بتاع الكهنوت، الا اذا ربنا اختاره بعد كده الى نعمه الكهنوت، ده موضوع تاني. فلما نقول تربى تربيه مسيحيه، دي حته ما تعديش علينا كده، ناخد بالنا منها. أنبا أثناسيوس عاش في هذه الأسرة اللي بتعرف تتقي ربنا. كان أبوه كريم جدا جدا، كاتب عنه أبونا لوقا سيدروس حاجة كده في آباء معاصرون، في قديسون معاصرون. قال كان راجل، يعني راجل لما يقعد مع الأغنياء يبقى محترم، لما يقعد مع الفقراء يبقى زيهم. هو بيتعامل مع كل الناس بمحبة شديدة جدا. خرجت الأسرة دي عدد من الأفراد، منهم أخونا أبونا المطران الأنبا أثناسيوس. تعلم هناك في المحلة ودخل كلية الآداب، درس فيها قسم اللغة الإنجليزية، وبعتوه أسوان في الأربعينات 1944. وبعدين أخته جوزها توفى، فطلب نقله للقاهرة. قعد هنا في القاهرة في شبرا يربي ولاد أخته. ولاد أخته دول طلع منهم مطران برضو. وبعدين درس في الجامعة الأمريكية، وكان ضليع في اللغة العربية. واضح إن الجيل كله كده، قداسة البابا شنودة كان كده، زير جيد كان كده، وحتى أبونا بطرس جيد الظهر الجيل كله كان بيدرس اللغة العربية، لأن حتى تدريس اللغة العربية كان زمان في الكليريكية اللي عملها حبيب جرجس كان بيستدعي أئمة من الأزهر يعلموا في الكليريكية بتاعتنا اللي أنشأها حبيب جرجس. ولذلك طلع الجيل ده متمكن من اللغة القبطية، متمكن من اللغة العربية، متمكن من اللغة الإنجليزية، متمكن من اللغة، يعني أقل واحد فيهم يعرف له خمس ست لغات، إن ما كانش سبعة وثمانية وتسعة في بعض الأحيان. وكان التعليم بالنسبة لهم حاجة مهمة جدا. وكان أب اعترافهم كلهم أبونا مينا المتوحد، البابا كرولز. واضح إن برضو يعني العشرة الكويسة بتطلع ناس كويسين. يعني أنا العشر السعيد يسعد، مش المثل بيقول كده؟ يعني واحد بيصادق القديسين وبيصادق الآباء ويصادق الكنيسة ويصادق الخدام لازم يتعلم القيم والمبادئ والأخلاقيات، فكلهم صورة واحدة. حتى إن اختلفت مواهبهم لكن كلهم عندهم أتيتيود واحد وكلهم عندهم فكر واحد. اتأخر أنبا أثناسيوس، تأخر عبد المسيح بشارة عن مروحه الدير بسبب رعايته لأخته، ودي المسؤولية الاجتماعية. خذوا بالكم عشان ما يبقاش جعلوني ناطورة للشعوب وأما كرمي لم أنطره. يعني ما ينفعش حضرتك تيجي تخدمي في الكنيسة ومحتاجة حد في البيت يخدم ولادك أو يخدم والدتك أو يخدم والدك، ما ينفعش. الذي لا يهتم بخصته ولا سيما أهل بيته أنكر الإيمان. تخيلوا، أنكر الإيمان. أنبا أثناسيوس كان واعي للوصية، قعد جنب أخته، قعد يعلم أولاد أخته ويقف جنبهم ويشتغل، وخد ماجستير من الجامعة الأمريكية في التربية، وجات له منحة دكتوراه مرضيش يروح. هقول لكم ليه مرضيش يروح. بس وهو علماني كان له دور، وفي نظرية علمية بتقول الدور والمكانة. ناس كتير قوي اللي في الكنيسة بالذات
يحب يبقى له مكانة من غير ما يبقى له ايه دور. يعني ناس كتير قوي تقول لك احنا في شهر 9 يا ابونا انا اسمي موجود فين في الكشف، انا نزلت انا ما ترقيتش في مدارس احد. ترقيت ايه يا ابني؟ اصلا انا كنت بدرس اعدادي بقالي 3-4 سنين ودلوقتي يعني نزلوني ابتدائي فنزلوك ابتدائي يعني ايه؟ لا لا لا، الخدمه مش كده، مفهوم الخدمه مختلف. مفهوم الخدمه ينطبق عليه النظريه العلميه اللي بقول لكم الدور ولا المكانه. الدور يسبق المكانه والدور يوجد المكانه مش العكس. يعني كثير واحد عايز يبقى له مكانه عند ربنا، ما لازم يبقى لك دور. مكانه في المجتمع لازم يبقى لك دور، مكانه في الكنيسه لازم يبقى لك دور. لا تسعى للمكانه، خلي المكانه هي اللي تسعى اليك من خلال الدور اللي بتقوم بيه. عايز اقول لكم معلومه، ان مدارس احد ما تقابلتش بالبشاشه والترحاب دي، كانت وصلت لحوالي 500 مدرسه، وكان مدارس احد كذا مدرسه حتى في المناهج، يعني اللي وحد المناهج دي هو قداسه البابا شنودة. فكان في مدرسه شبرا الشرقيه وشبرا الغربيه ومدرسه جزيره بدران ومدرسه الفجاله ومدرسه الجيزه، وتخش على بحري وتخش على ابلي، مدارس كتيره جدا جدا جدا. في البدايه الكنيسه ما كانتش مقتنعه بمدارس احد، وخاصه اللي قام بيها حركه علمانيين. يعني حبيب جرجس قام بيها مع نظير جيد، مع مسيح بشاره، مع وهيب عطله، مع كمال نسيم، المجموعه الرعيل الاول بتاع مدارس احد. كان ابونا يقفل الكنيسه يوم الاحد بعد القداس وياخد المفتاح في جيبه ويمشي. وجه الاستاذ عبد المسيح بشاره رايح يعمل مدارس احد بعد القداس، لقى الكنيسه مقفوله. طلب من ابونا المفتاح، ابونا مشي وخد المفتاح معاه. راح واقف في الشارع، لو انتوا رحتوا كنيسه الفجاله في شارع كده قدامها كنيسه على الشمال، وفي مبنى دلوقتي على اليمين في شارع كده. راح جايب الولاد مجمعهم في الحته دي وقال هديهم درس. فراح واحد مصور الصوره دي وطلع للانبا يوساب جنب الكاتدرائيه، راح مديله الصوره وقال له ولادك مش عارفين يعملوا مدارس احد. ومن هنا اصدر انبا يوساب القرار الخاص بفتح الكنيسه قدام مدارس احد. وكانت دي البدايه، يعني انبا يوساب اصدر القرار لكن هو الخادم هيخدم بالرغم من، مش هيخدم علشان، يعني اللي عايز يخدم يخدم. مش لا يا ابونا اصل ما فيش كراسي كفايه، اصل ما فيش تكييف كفايه. انا فاكر مره في منطقه من المناطق جانا واحد كده قال عايزين نعمل مدرسه احد، طب بنعمل ايه؟ قال بص الولاد اللي بيبيعوا خضار في الشارع دول ممكن ناخد منهم قفص الفاكهه ونحط الاقفاص دي جنب بعضها ونقعد العيال عليها ونعمل مدارس احد. ومال ياما مدارس احد عملناها زمان في بدايه الثمانينات. افتكر في اخر السبعينات كنا بنروح منطقه الالج، ومنطقه الالج ما كانش فيها كنيسه، فكنا نلعب مع العيال كده في الشارع. كان ليا ابن عمي كده مسافر امريكا دلوقتي، فقلت له انت امسك الشارع ده وانا امسك الشارع ده، نلعب مع العيال دول كوره وانت العب مع العيال دول كوره. الفريق بتاعنا اسمه فريق بولس الرسول، والفريق الثاني ده اسمه فريق بطرس الرسول. وبعد ما نلعب مع بعض نضم الفريقين مع بعض، نلعب ماتش مع بعض، وبعدين نقعد نحكي قصه بولس وبطرس. والعيال انجذبوا واشتغلوا، وربنا بعت بعد كده لما بيشوف شغفنا في الخدمه، شغفنا احنا في الخدمه، الله يعطي العلوفة في حينها. ياما اباء كهنه يقعدوا ابونا يحكي لكم قصص، مئات القصص، لما بيبقى في نيه صادقه ان احنا نعمل حاجه ربنا بيشتغل. انت عايز تشتغل اشتغل، انا معاك. انت عايز ايه؟ عايز ابني كنيسه، هنعمل لك كنيسه. عايز تعمل مدارس احد، هنعمل لك مدارس احد. اذا كانت النيه حاضره ربنا هيشتغل. انبا اثناسيوس راح لقداسه البابا كرولوس اللي هو ابونا مينا المتوحد وقال له يا سيدنا انا عندي، يا ابونا انا عندي مشكله. قال له ايه؟ قال له انا جات لي منحه امريكا وانا اتاخرت، يعني كل اخواته راحوا الدير قبله، هو اتاخر عشان بيربي ولاد اخته. الكلام ده كان سنه 58. قال له طب هسالك سؤال، بعد ما ترجع من امريكا وتاخد الدكتوراه هتعمل ايه؟ قال له هروح الدير. قال له يبقى ما تضيعش وقت. فخد بعضه وطلع الدير، تراهب في دير السريان، قعد 4 سنين فيها
اخ وبعدين قسيس وبعدين قمص وبعدين ربيطه في خلال 4 سنين. البابا كرولوس الظاهر ان هو جمع ولاده حواليه وخاصة الجامعيين علشان خاطر يساعدوه في الخدمة. فكان أول مرة نشوف جامعيين داخلين الرهبنة وجامعيين يبقوا أسقفة. لا، كانت الناس تقول لك الله، يعني دي خسارة، ده فلان خسارة. خسارة ايه؟ خسارة في ربنا. حسبته كل الأشياء نفاية من أجل أن أربح على كل حلقة. مفيش حاجة خسارة في ربنا. قعد أبونا مكاري السورياني، أبونا مكاريوس السورياني، عشان مكاري هو أنبا صامويل. أبونا مكاريوس السورياني قعد 4 سنين في الدير بتاع السريان. وهو حكى قبل كده وأنا كنت موجود، كنت شاهد عيان، قال أن أنبا ثوفيلوس كان مدبر. يعني دول اباء البريه، الشيوخ اللي فعلا كنا نشتم فيهم ريحه الرهبنه. يعني احنا عندنا اباء شيوخ كتار جدا جدا، الواحد الحقيقه يعني فعلا لم تكن الارض مستحقه لوطئه اقدامهم. يعني كان منهم انبا ثوفيلوس ده. انبا ثوفيلوس ده كنا نتفرج عليه نروح نلاقيه بيعجن مره، بيغسل مره، وفي القداس تلاقيه لابس، لما يجي قابل حد يلاقيه لابس كويس كده، لكن لما يجي يشتغل لا، هو راهب في وسط الناس. وكان صعب في تدبيره، فعلم أنبا أثناسيوس التدبير. أنبا أثناسيوس في الفترة دي قال أنا مرة كنت ماشي في الصحراء واخدين خلوة وبعدين عايزين نسخن مية، فجابوا مية وجابوا البستيلا دي ولا الصفيحة دي وعملوا الكانون ده. عارفين الكانون؟ لو طوبتين كده بيتعملوا تحط تحتهم، ولموا شوية كودية من الجبل وحطوها، ونقص يجيبوا ايه؟ كبريت. قعدوا يلفوا على كبريت مفيش. فقال لهم طب استنوا، هو زمان اجدادنا كانوا بيعملوا ايه؟ زلطين ويفضل يضرب. فقال انا رحت راكع كده وقعدت اضرب بالزلطين لغاية ما ايه؟ هي دخنت مش ولعت، هي دخنت. فقال افتكرت الآية اللي بتقول فتيلة مدخنة لا يطفئ. خدوا بالكم عشان الكلمة دي هنجلها بعدين. فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقص. فقال وطيت على الأرض وقعدت تنفخ فيها، والدخان يطلع على عينيا وعينيا تدمع وكح لغاية ما اتقدت. قال ده أول درس تعلمته في حياتي، إن كل إنسان فيه بركة، كل إنسان فيه إمكانية ربنا زرعها فيه، هو اكتشفها يقدر يعيش بعزة وكرامة. حد تاني اكتشفها له ونماها هيساعده إن هو يعيش بعزة وكرامة، لأن ربنا جه قال في يوحنا 10 أتيت لتكون لهم حياة وليكن لهم إيه؟ خدوا بالكم، عشان ربنا ما جبناش في العالم عشان يشقينا أو عشان يتعبنا أو عشان يتعسنا. ده أنا الذي فعلت في نفسي كده، لكن ربنا زي اي اب حب ولاده مبسوطين. اي اب كده حب ولاده يشوفهم فرحانين، ربنا كده. ان احنا عملنا حاجه غلط، احنا اللي جبنا لنفسنا. انا اللي جبته لنفسي، انا اللي ما سمعتش الكلام. مفيش بني ادم مشي في طريق ربنا الا وحس بالسعاده. وعلى فكرة السعادة ممكن تبقى سعادة روحية وممكن تبقى سعادة في العالم، لأن حتى حبيب غرجس كان له لفظ جميل كده، كان يقول لك الإنسان عنده روح متصلة بالله، وده الجانب الروح اللي بناخده من الكنيسة، وجسد متصل بالعالم، وده الجانب الوطني اللي احنا بنعيش فيه. فكان إنسان وطني جدا جدا جدا. يقول لك لا، أكتر واحد اتكلم عن مصر وعن حلقة، يعني أهمية إن الواحد يبقى عنده انتماء لهذا البلد. فإحنا بنحب بلدنا لأن دي بلدنا اللي زارها السيد المسيح، زارتها الست العذراء، وفيها القديسين وفيها الشهداء. ده في أجانب أحيانا لما بيجوا بيقلعوا الجزم في حتة إحنا ما نعرفهاش، إيه ده؟ يقول لك أصل الأرض دي سالت فيها دماء الشهداء، فدي أرض مقدسة ما ينفعش أعدي عليها بالجزم. مصر مبروكة، مصر جميلة، مش كلام.
واحيانا الناس تقول احنا لينا وطن تاني، احنا مش من هنا، اوعى تكون مشغول، ايامنا مش حطول. معرفش يقصدوا ايه، لكن لو كانوا يقصدوا كده لا مش صح. احنا عايشين في البلد بنشتغل، لنا رسالة، كل واحد مننا لنا رسالة. يعني الله اللي لما خلق الخليقة وقال اكثروا واثمروا واملأوا الارض، هو ما زال لغاية دلوقتي كل واحد فينا عنده رسالة لاعمار هذا البلد، عنده رسالة للحفاظ على البيئة، عنده رسالة في الحفاظ على المجتمع، عنده رسالة في مساعدة الآخرين. ولاد ربنا مش معزولين عن العالم، ده الأديرة طول عمرها كمان عندها رسالة. ياما الآباء القديسين كانوا بيطلعوا يخدموا في العالم ويطلعوا يبيعوا المشتغلات بتاعتهم، والنهاردة في أديرة متبنية قرى بحالها في الخدمة. يعني عندك دير مرمينة واخد منطقة اسكندرية كلها ومنطقة الساحل والحتة اللي هي بتاعت الصحراء، مناطق الصحراء. دير أبو مقار واخد جزء كبير أو من الصعيد. يعني الأديرة لها إسهامات كبيرة جدا جدا في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى خدمة الكنيسة في الحفاظ على التراث والحفاظ على الطقس والتأليف والروحانية، الكلام ده كله. فكل إنسان موجود في هذا العالم هو صاحب رسالة. لما تنيح الأنبا أثناسيوس الكبير في يوليو 1962، البابا كرولوس قال للأنبا ثوفيلوس ابعت لي أبونا مكاريوس. فأبونا مكاريوس قال له عايزني في إيه؟ قال له معرفش، بابا كرولوس عايزك. فرح له قال سيدنا، قال له أنا هبعتك نائب بابوي في بني سويف. قال له شرط انك ما ترسمنيش اسقف. قال له طب بس روح وربنا يسهل. ما فيش كام يوم، يعني شوفوا كان حوالي 27/7 او 23/7 على ما اعتقد، 9/9 اترسم اسقف على بني سويف. وطبعا الاباء ما كانش عندهم اختيار، لان خدمة الكهنوت لا تطلب ولا ترفض. خدوا بالكم المبدأ ده، لا تطلب ولا ترفض. إذا في دعوة، إذا الضرورة موضوعة عليا، خلاص يبقى فلتكن مشيئتك يا رب. وترسم أنبا أثناسيوس أسقف على بني سويف في 9/9/62. يوم 11/9 صلى مع البابا كرولوس قداس. فالبابا كرولوس قال له تفضل اوعظ يا أنبا أثناسيوس. قال له أنا أوعظ؟ أنا صغير. قال له ما تقولش صغير، أنا ما رسمتش عيال. تفضل اوعظ يا أنباسنس. فكان هو واخد من حبيب جرجس، حبيب جرجس كان هادي بس كان صوته جهوري. فوقف يوعظ، ودايما تلاقيه يبدأ بهدوء كده. احنا كنا بنقول لما بنشوفه بيوعظ نقول ايه، المطران هيطب ساكت دلوقتي. يعني ينفعل ينفعل. عنده غيرة وعنده محبة قوية. وبعد العظة دخل جوه، فالبابا كرولوس قال له تعالى يا حبيب ابوك، انت مالك شديد قوي كده على الناس؟ هو حد عارف مين احسن من مين؟ بس هو ده الدرس الثاني اللي خده أنبا أثناسيوس في حياته. الدرس الاولاني كان ايه؟ الفتيلة المدخنة لا يطفئ. وهتشوفوا بعد كده ان هو اشتغل مع ناس كتير جدا كانوا يبدو في المجتمع وكأنهم معوقين، لكن هو كان بيشوف فيهم بركة خاصة وقدر يعمل منهم حاجة. نتيجة الفتيلة المدخنة لا يطفئ والقصبة المردودة لا يقصف. والنقطة التانية هي كلمة البابا كرولوس لي لما قال له هو حد عارف مين احسن من مين؟ قال بس يعني لازم انظر لكل انسان قدامي على انه هو قديس. والانجيل يقول لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. لانه خدوا بالكم في سفر الرؤيا ايه عجيبه، يقول له عندك اسماء قليله في ساردس لم يتنجسوا بعد، هؤلاء سيمشون معي في عرسي. اسماء قليله وما لناش اسمائهم ايه وما لناش بيعملوا ايه، محدش عارف، محدش عارف، بس ربنا عارف. ولذلك حتة الدينونة اللي الآباء أكدوا عليها في التراث الروحي
حتة مهمة جدا، لدرجة ان احنا في الادب الروحي بنشوف واحد بيقول انا رايح لربنا وضامن ان انا هكون في الفردوس. ايه اللي ضمنك كده؟ قال هو قال لا تدينوا اللي وانا ما دينتش حد، انا سمعت الكلام، فلاني ما دينتش هو مش هيديني، مش هيديني بمعنى يعني ما عنديش حاجة اقولها. لكن احنا اصعب خطية بنقع فيها النهاردة، ده فلان صفته، ده فلان نعته، ده فلان راح، ده فلان جه، ده فلان سوى، ده فلان عمل، ده فلان، واحنا قاعدين كلنا بدل ما نقرا الكتاب المقدس مع بعض، بدل ما نجيب سيرة القديسين، بدل ما نتأمل في الكنيسة، بنجيب سيرة بعض. لا ونجود برضو في الكلام. شفت عم منصور؟ ده انا شفته، حتى كان لابس طرطور وكان راكب حنطور وكان بيلف ويدور، وبقت قصة. وفي الحكاية قصة في الأول إيه عم منصور، لكن بقت قصة. الإدانة، محدش عارف مين أحسن من مين، ولذلك إحنا بنتعامل مع بعض. هقول لكم على حاجة أنا تعلمتها من أنبا أثناسيوس. يعني أنا مثلا بسجد قدام الهيكل ليه؟ لأنه مكان سكن الله. طب ما أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، إيه الفرق بين الهيكل ده وحضرتك وحضرتك؟ إيه الفرق؟ مش فرق. ولذلك احترمنا البعض ليس على سبيل الفضيلة ولكن على سبيل الفريضة، أكاد أقول أنه على سبيل الفريضة. أنت بتحترم الهيكل، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، ده أنت فيك روح ربنا. ولذلك حتى التحرش تبعد عن القيم الدينية. يعني لو ما ندرس القيم الدينية نعالج المشاكل الاجتماعية. هي حتى عايزة في لينك بين الاثنين. يعني هي قيم دينية لها علاقة بالمشكلات الاجتماعية. الناس مش عارفة القيم الدينية. محدش عارف مين أحسن من مين. ولذلك لما ترسم أنبا في بني سويف ابتدى يهتم بالإنسان، كل الإنسان. كل الإنسان يعني إيه؟ روحاً ونفساً وجسداً. كان يقول حكاية إن أنا ده خادم اجتماعي وده خادم روحي، إيه التقسيم الوهمي ده؟ ده الإنسان روحاً ونفساً وجسداً. ونروح للأنبا ماكسيموس مطران الأليوبية نقول له يا سيدنا عايزين نعمل يوم روحي، اليوم روحي بس وبقية السنة هتعملوا فيها إيه؟ فدي خدمة روحية وده يوم روحي. يمكن ده تقسيم من أجل التصنيف أو من أجل التعليم، لكن في النهاية الإنسان كل الإنسان. ده القديس يعقوب إذا جاءك أخ وأخت عريانين وقلت لهم أمضي واستدفأ بالسلام، يقول لك ما الفائدة يا إخوتي؟ ورسول بولس إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. حتى خدمة الموائد ده تم اختيار في الكنيسة الأولى الشمامسة، كان مشهود لهم بالتقوى من الروح القدس، ونقيمهم على خدمة الموائد. فخدمة الموائد لا تقل أهمية عن خدمة الكلمة. ده السيد المسيح ما قال لهمش توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات قبل ما يأكلهم ويشربهم ويهتم بيهم. ولذلك آباء هذه الحقبة الزمنية اللي احنا بنتكلم فيها كان اهتمامهم اهتمام شمولي، يمكن في تنوع بينهم. أنبا أثناسيوس خد الجانب التنموي وابتدى يشتغل عليه وابتدى يهتم بالإنسان، كل الإنسان روحا ونفسا وجسدا. اهتم بالمسنين بس قال أنا هخدم المسنين المقعدين مش المسنين بس. المسنين احنا النهاردة احيانا بنعمل بيوت ويقول لك شرط أساسي يقدر يخدم نفسه. طب ما لو يقدر يخدم نفسه حسب قرارات الأمم المتحدة ما يخرجش من بيته، ما يخرجش من بيته. ده خروج المسن إلى بيت المسنين، خروجه من البيت للتربة أهون بكتير أوي من خروجه لبيت المسنين. إحنا ما بندرسش نفسية الناس. إحنا يعني ما ناخدش بالنا من القصة دي. قال لك لا أنا هخدم الناس المقعدين. كون حركة اسمها حركة بنات مريم وعمل منها رهبنة خادمة بالاتفاق مع قداسة البابا كرولوس. لكن لما عمل المسنين المقعدين الأخوات تأففوا من القصة دي وقال لك لا 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 احنا نخدم مسنين ازاي؟ قال لهم طب ماشي انا هوريك. ودي فايدة القائد، فايدة الراعي، ان يترفق بالناس ويعلمهم. علموهم جميع ما اوصيتكم به فعلموهم. قال لهم مش عارفين تخدموهم، انا هوريكم تخدموهم ازاي. انا هقعد في دار المسنين شهر
هأكل وأشرب وأحمي وأطبب وأعمل كل حاجة، وأنتوا بس لاحظوا أنا بعمل إيه وتعلموا درس. عارفين في الجيش بيسموها إيه دي؟ بيان على المعلم. بيان على المعلم، يعني لما العسكري يطلب منه حاجة يقول مش عارفها، فالقائد بتاعه يقول له طب أنا هعملها قدامك عشان تتعلمها. أنا بتنسى عمل كده، فتعلموا يعملوا كده. لما حب يخدم، وبعدين مرة جات له واحدة ست بتقول له بنتي يا سيدنا، بنتي بقالها فترة مش لاقيينها، بقالها يومين. فطلع مجموعة من الخدام في المطرانية يلفوا ويدوروا، لقوها بتنشر غسيل في شقة في الدور الثالث عند واحدة ست أتاريها معاقة ذهنيا وخرجت مش عارفة ترجع، فدي لقيتها. فقال له طب ما المعاقين ذهنيا دول مين يخدمهم؟ مين يخدمهم؟ يقول هؤلاء الذين خلقتهم الظروف هكذا، هم ما عندهمش ذنب في اللي هم فيه، ولا احنا لنا فضل في اللي احنا فيه، احنا كان ممكن نبقى معاقين برضه. ومره قال كده في اجتماع المحافظ، قال لهم انتوا تتكلموا عن المعاقين، انا بقول عليهم مجاهدين من نوع اخر. يعني انا مثلا قصير القامه، وقف كده في الاجتماع، وكان محافظ بني سويف قاعد، مدير الامن قاعد، والناس الكبار كلهم قاعدين، قال لهم انا مثلا قصير القامه، فانا معوق ذهنيا، معوق، انا عندي اعاقه، انا لا اجيد لغات كثيره فانا عندي اعاقه، انا لا اعرف الموسيقى فانا عندي اعاقه، انا عندي مشكله في اسناني فانا عندي اعاقه. قعد يسمي يسمي سمى 17 نوع من الاعاقه، وقال لهم مرحبا بكم ايها المعوقين. كان المحافظ موجود، لكن كمان كان يؤمن باهميه البحث العلمي واهميه الدراسه في الخدمه، عشان احنا في الخدمة احيانا بتبقى هواية، هات فلان قلبه طيب، قلبه طيب بس مش عارف، لازم يتعلم. فبعت الله ينيح نفسها تصن الرعوس، كملت حوالي 60 يوم، دلوقتي اتنيحت وانتقلت للسماء، بعتها امريكا، قعدت 14 شهر، 14 شهر درست المسنين ودرست الاعاقة بكل انواعها، سواء صم وضعاف سمع، سواء مكفوفين، سواء معاقين ذهنيا، سواء شديد التخلف. وتعرفت هناك على جان فانييه اللي هو عنده اللارج كوميونيتي اللي بيجيب الناس يشتغل فيها. وبعدين رجعت، كل ما تيجي ترجع تقول له يا سيدنا درست كذا وكذا، بس في فرصه للدراسه في الحته الفلانيه، يقول لها كملي الدراسه. بعد ما خلصت ورجعت قالت له انا عايز اخدم بقى المعاقين ذهنيا. لا، انت اتدربت عليهم بره، احنا ثقافتنا مختلفه. عارفين لما ابونا يقول كده مفصلين كلمه الحق باستقامه، راعين شعبك باستقامه وبر، مفصلين يعني كل واحد على مقاسه. كان البابا شنوده عنده ميزه كده، كان ناس تطلع من الاجتماع يقول ياه ده كانه قصدني انا، ما ده شغل الروح القدس، شغل الروح القدس العامل في الاباء، كانه قصدني انا. تسمعوا عظم ابونا يقول ياه هو عارف ظروفي ولا ايه؟ هذا التفصيل بقى. لما ننزل نخدم في وسط ناس بسطة، نتكلم ببساطة، نبسط الإيمان. قال لا لا لا، ادرسي الثقافة المصرية الأول. فخلاها لفت على كل بيوت التثقيف الفكري في مصر، وعملت دراسة مقارنة، وطلعت بحاجة اسمها دار التقدم. سميته دار التقدم. هو قالت لي سميه إيه يا سيدنا؟ قال لها سميه دار التقدم. تقدم إيه؟ هو في تقدم؟ في تقدم، في تقدم. كل إنسان يقدر، لأن الإنسان مخلوق علشان يتدرب ويتعلم. وكأن التعليم والتدريب عامل زي الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي. الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي هو قصة العمر كله، مش كده؟ التعليم والتدريب في حياة الإنسان هي قصة العمر كله. يعني ما ينفعش واحد يقول غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، هيسمع بعدها على طول أن أنت الآن فقير وبائس وأعمى وعريان. يعني النهاردة عندنا التطور العلمي والدنيا ماشية في الـ Artificial Intelligence اللي هي الذكاء الاصطناعي، والكلام اللي بيحصل ده في حوالي 1300 وظيفة هتتلغي. تعالوا شوفوا أنتوا أولادكم في المدارس، أولادي بيحكوا لي لاقيين مشكلة مع الأحفاد في أنهم بيقعدوا يعلموهم. أنا وأنا جاي لقيت واحدة قاعدة في مدخل العمارة
عمالة تذاكر، هي مرات الحارس العمارة، بقول لها بتذاكر ليه؟ قالت لي عشان أعرف أذاكر العيال، أعمل إيه؟ المواد تقيلة، العلم بيتطور. فالإنسان الذي يتوقف عن العلم والتعلم حتى لو في مجال الكنيسة، لا لا، إنسان حكم على نفسه بأن هو الناس بتسيبه. أحيانا حتى المخدومين وولادنا في بعض الأحيان ينظرون نظرة على أن إحنا لا لا لا، ده أنتوا بتوع زمان قوي، ده إحنا ده دلوقتي في حاجات جديدة، فإحنا لازم نتعلم. فكان أنبأ ثناس يؤمن بأهمية العلم، فكان ولاده كلهم مهم جدا أنهم يسافروا ياخدوا دكتوراه وياخدوا ماجستير ويتعلموا برا في جامعات، وكان معروف في كل الجامعات. أنا واحد من الناس اللي بعتني كندا درست تنمية اجتماعية وقال لي يا ابني لازم لما تيجي تشتغل مع الناس تشتغل يعني انا ما اقدرش، يعني ابونا ما اشتغلش دكتور من غير ما يتخرج من كليه الطب عشان يعرف المعده اللي هيشتغل فيها دي والميكانيزم ده والعلم ده ايه، ولازم يقرا كل يوم ويتعلم. الكنيسه برضو محتاجه ناس خدام متعلمين. نجح انبأ اثناسيوس في ان هو يخرج ناس متعلمين، فطلعت تصوني رعوس وطلعت تصوني غابي وطلعت تصوني مارية، كلهم واخدين درجات علمية عالية جدا جدا جدا، وقدروا يعملوا خدمات غير مسبوقة وغير مكررة، لأنهم كانوا بيدوروا على خدمة الذين ليس لهم أحد يذكر. ده من ناحية الخدمة. أنبأ أثناسيوس كان يجيد العمل الاجتماعي الجماعي، يعني كان يقعد معانا في درس الكتاب يرفع صباعه، يعني انا ماسك درس الكتاب مثلا وسيدنا قاعد كده وبنتكلم ويرفع صباعه ويقول له معلش سيدنا نبيل رفع ايده قبلك فتفضل يا نبيل، وبعدين يقول سيدنا وهكذا، وهو بمنتهى الوداعه بيفرح ان اولاده كبروا واولاده بيتعلموا. على راي قداسه البابا شنوده، الوحيد اللي نجحت معاه فكره الاسقف العموميين اللي خدموا معاه أنبا متاؤس وأنبا موسى، اللي لغاية دلوقتي هما الاثنين بيفخروا أنهم ولاد أنبا أثناسيوس، واشتغل معاه بعد كده أنبا استفانوس وأنبا غابريال، وأبروشيته تقسمت 5 أبروشيات، زائد أن في مناطق في الخرمان والبرومبل والميمون ادوها الأطفيح عند أنبا زوسيمة، وكل المشروعات المنتشرة سواء في الإسماعيلية أو في المقطم أو في المطرية أو في عزبة النخل توزعت على الأسقف اللي موجودين. وكان كل ده بيخدموا أنبأ أثناسيوس اللي طوله 1.5 متر. البابا كيرلس كان يقول طوله 1.5 متر بس في عمق 10 متر، المهم العمق مش الطول. كان دايما آخر أيامه قال يا ابني أنا تعبان جدا، أنا في الألماني مش قد كده، عايز أروح ألمانيا أقعد لشهرين أتدرب على اللغة الألمانية. وكان بيعرف إنجليزي وفرنساوي وقبطي طبعا ويوناني وأمهري كان حوالي 6-7 لغات. فجيل جيل يعرف قيمة الكنيسة وقيمة الخدمة وقيمة الإنسان. كان دايما يقول لما نيجي نعمل تنمية هو الإنسان، الهدف الإنسان اللي هو المحور بتاع العملية التنموية. النهاردة لما نيجي نفكر في تنمية ما بنفكرش في الإنسان قد ما بنفكر أحيانا في المادة. مادة إيه؟ هو الإنسان، هو محور العملية التنموية، هو ده المعطيات العملية التنموية هي إنسان. أنا فاكر حد من بعد ما تنيح عن بس نسس حد من الأسافة قال لي تيجي تخدم معايا وتعمل زي ما كنت بتعمل مع عن بس نسس. قلت له وبعدين قال لي أنت عايز تفهمني أنك أنت بتبشر بالتنمية؟ قلت له أيوة بنبشر بالتنمية. قال لي لا لا سيبك من الكلام ده كله، تعالى حفظ الأولاد مدارس أحد ترنيمة أحسن من التنمية اللي أنتوا بتعملوها. لا لا، أنبأ أثناسيوس كان بيشوف التنمية العملية، خدمة الإنسان، دي اللي عملها السيد المسيح ودي اللي عملها الرسول بولس قبل ما ينزل. يعني قعد سنة بحالها يهتم بخدمة الفقراء قبل ما يضع للخدمة، سنة بحالها، حتى بعد ما دعى للخدمة يقول لهم عدا ذلك الاهتمام كل يوم باحتياجات الكنائس، ويتكلم على الفقراء على أنهم القديسين القديسين. يقول لي فيليمون لأن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ، كان بيأكل، شوف التعبير، أن أحشاء القديسين قد استراحت بك أيها الأخ. أنبأ أثناسيوس كان يدرك تماما أن أي عمل تنمية هو عمل كرازي. نمرة 2،
في العمل التنمية انه كمان ما كانش بيفرق بين انسان وانسان، وكان عنده مقولة جميلة كده انا سجلتها في الرسالة: اذا عينك فرقت بين انسان وانسان بسبب الدين او اللون او الجنس او المستوى الاجتماعي او المستوى التعليمي، في مشكلة في عينك، في مشكلة في عينك. لكن العين اذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. انت بتبص على الانسان على انه خليقة الله، يسموه خليقة الله، يسموه خليفة الله، في النهاية هو ايه؟ God's people، هم اولاد ربنا. وانا فاكر وانا رايح كندا قابلته عند قداسة البابا الشنودة، بقول له: مش عايز تقول لي حاجة يا سيدنا؟ انا مسافر بكرة كندا. قال لي: اذا كنت تريد ان تحب الله حبه في الانسان، واذا كنت تريد أن تخدم الله اخدمه في الإنسان. فخدمة خدمة ربنا، يقول أنا بخدم ربنا. بتخدمه إزاي وأنت مش قادر تخدم أخوك؟ بتحبه إزاي وأنت مش قادر تحب أخوك؟ فخدمة ربنا هي خدمة. موضوع أنبا ثناسيوس هو موضوع يعني أبونا طالب منا أقول 40 سنة خدمة ولا 78 سنة حياة، لكن ممكن نكمله في وقت تاني. أنا بشكركم جدا جدا، وأنا فخور بكنيستي وفخور بالأباء اللي موجودين فيها، لأن الجلوس على عتبة بيت الرب خير من الجلوس في مساكن الأشرار. ربنا ينفعنا بصلواتهم جميعا، ولإلهنا المجد الدائم والدين أمين. بصراحة يسأل تأسيفة أكتر من كده يعني. ربنا يخليك يا دكتور، متعتنا يعني بسيرة طيبة. هنكمل مرة تاني بعد كده. اتفضلوا نصلي. اللهم اجعلنا مستحقين.